متابعي قناة فادي التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستعرض وإياكم الشاحن اللاسلكي الخاص بالسيارة وايرلس تشارجر فور كار، ومن مواصفاته أنه سهل التركيب وإزالة الخلوي بسرعة، قاعدة حامل متحركة بعدة زوايا، قاعدة حامل تتسع لجميع أو معظم الجوالات، يعني فتحة قياس 55 ملم إلى 86 ملم، يحتوي على مخرجين للفولت 5 فولت و2 أمبير، ومخرج آخر 9 فولت و1.6 أمبير. قدرته 10 واط، حجمه 117 ملم ضرب 70 ملم، مسافة الإرسال 8 ملم، ينفع أو مخصص لسامسونج جالكسي 6 ايج وS6 وS7 وS8، أيضا للآيفون 8 بلس. الآن الانبوت عندنا 12 فولت معروف من السيارة، لكن الاوتبوت ممكن يطلع لنا في مخرجين له 9 فولت و1.6 امبير او 5 فولت و 2 امبير. طبعا المخارج الاثنين موجودات هنا، هاي هي القاعدة، هذا المخرج اللي احنا ماخذين منه 5 فولت مكتوب عليه هنا 5 فولت 2 امبير، اذا هذا عالي جدا 2 امبير. هنا في عندنا 9 فولت و1.6 امبير، هذا هو التشارجر، صحيح ثقيل كويس ومكتوبة المعلومات برضه هون عليه، الانبوت والاوتبوت والدي سي الانبوت 12 فولت او 24 مكتوب، يعني 12 فولت او 24 للسيارات الكبيرة. طبعا بالنسبة للقاعدة بتتحرك يمين شمال وفوق وتحت، تقدر تحرك يعني تحطها بالزاوية اللي انت بدك اياها، يعني هاي هيك بشان الحركة بس. بالنسبة للقاعدة طبعا في الضغطة تحت تكبس عليها من تحت وبتفتح لأي جهاز، يعني بتحط الجهاز هنا الآن هذا صار يشحن، الآن بس تضغط عليه هيك خلاص مسكته، بتضغط كمان يعني مشان للتأكيد، يعني إذا بدك تفتحه فورا بس تقول هيك فورا بيفتح وبيطلع الجهاز بدون أي توصيل.